يجمعنا سوا على الشباب اسمانا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا على الشباب اسمانا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا شباب على الهوى 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 يأتيكم برعاية عمان تيل. أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعينا أحبتنا وما كنتوا تسمعونا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، حلقة ريادة الأعمال والمال والاقتصاد من أفكار وطموح. نرحب فيكم بهذا الانضمام الجديد ونعتذر نعتذر نعتذر لحد الحين ما نزلنا الرمزية. رح أغرد إن شاء الله في تويتر لما توصلنا الرمزية، لكن شو نسوي؟ إسحاق دائما في أفكار وطموح، يحب أن مركز الطموح الشامخ هو اللي يصمم، ما عليه، يمكن كان مشغول في إحدى الدورات اللي هو الحين موجود فيها في محافظة الظفار. إن شاء الله بالتوفيق أستاذ إسحاق. رح نتكلم اليوم إن شاء الله مستمعينا عن الأنشطة الشبابية، معانا جوائز، معانا فرص، أنت كرائد عمل كرائدة عمل، حتى اللي قاعدين يسمعونا من الشركات الطلابية ممكن أن يكون معاهم أيضا نصيب وحظ أنهم يكونون في هذا المنتدى العالمي، منتدى جميل راح نتكلم عنه أيضا. معنا ضيف إن شاء الله راح نتعرف عليه. معاكم عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمية، وتحياتنا في المتابعة والتنسيق لسلمان التمامي وسيف الهلالي، في الأخراج عابدين بن محمد البلوشي. يا حي يا حي وانا شرطة صرت مشتاق وانت الشرب وطعمي وطوق
شوالي أفكار. الحياة أفكار والأفكار طريق للنجاح والنجاح هدف وطموح أفكار وطموح أفكار وطموح أفكار وطموح أفكار وطموح وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج شباب على الهواء فقرة أفكار وطموح كل اثنين. طبعا خلال ساعتين راح نتكلم عن منتدى كثير جميل مستمعينا، منتدى عالمي يهتم برواد الأعمال. لأول مرة راح يكون معانا في السلطنة، أيضا هناك مفاجأة حلوة 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 لكل من قاعد يسمعنا من رواد الأعمال، وراح إن شاء الله أحطها في تويتر. راح تكون هناك 20 مقعد نقدمها من خلال البرنامج مستمعينا لرواد الأعمال اللي راح يشاركونا من خلال رسائل قصيرة نصية على 90456 بأسمائهم الثلاثية ورقم هواتفهم. بإذن الله راح يتم السحب على 20 مقعد للمشاركة في هذا المنتدى العالمي لرواد الأعمال اللي راح نعرف تفاصيله أكيد من خلال ضيفنا الموجود معنا. لكن خليني قبل أقول لكم عن الأنشطة الشبابية، الأنشطة اللي دائما تهتم بالشباب، وإحنا نعرف كثير من المنافذ الموجودة معنا في السلطنة ومن المؤسسات اللي قائمة بدورها على أكمل وجه جهود مثمنة بأمانة، سواء كانت تعليمية أو كانت منافذ أخرى، ما مقصرين والكلام الحق يقال لهم. حتى في خلال فترة الصيف أنشطة كثيرة تشتغل وشغالة وتم تقسيمها على جوانب ومراحل كثيرة. ليش طيب احنا كثير نهتم بالشباب؟ ليش الشباب هم دائما اللي نهتم فيهم؟ لأن الشباب هم عز وفخر وعمادة اقتصاد البلد دائما، وهم اللي يتكل عليهم ويعتمد عليهم في كل البلدان مستمعينا. البعض من البلدان مثل ما ذكرنا في حلقات سابقة خصصوا دائما يركزون على الشباب ودائما يركزون على الشخص في تعليمه في تدريبه في فكرة، في النهوض بالشباب وعدم النهوض، يعني أو خلينا نقول مو بعدم النهوض، أو أن انهضوا بشبابهم وبعدها قاموا بالبنيان والعمران وهذه الأمور كلها والتطورات الصناعية، لكن أسسوا الجيل اللي هم عليه لأنه هو اللي راح يكمل الجيل اللي عقبه. نرحب بضيفنا الموجود معانا الأستاذ مروان بن محمد المطروشي، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا أستاذ مشعل، بس نقرب ناقل الصوت. أهلا وسهلا أستاذ مشعل، تشرفنا، حياك الله، نورتنا في البرنامج، وإن شاء الله راح ندردش مستمعينا وراح نتعرف على فكرة هالمنتدى الجميلة ومتى تأسس ومتى انطلق، لأن أول مرة هو راح يكون معانا في السلطنة. أيضا راح نتكلم عن كثير من الأنشطة والجوانب والفعاليات اللي تم العمل بها مسبقا واللي هي سنويا تكون موجودة، يمكن البعض ما عنده فكرة عنها لكن راح أكيد نتكلم عنها. أيضا راح نتكلم عن دور الشباب وكيف ممكن أن الشباب يستفيدون من هذا المنتدى العالمي. إحنا نشوف كثير من المنتديات، طيب كثير من ورش وأوراق العمل اللي تطرح في المنتديات، لكن يقول لك الشاب أن أنا ما استفدت من هذا المنتدى وأن أنا بس خلاص، يعني أنا ما مستعد أني أقعد أحضر أو أسمع، وطيب وبعدين شو بسوي؟ هل راح تكون هناك ورش مصاحبة للمنتدى؟ طيب كيف إحنا راح نخدم شريحة كبيرة من رواد الأعمال؟ كيف أيضا راح نوصل لهم تجارب وخبرات الناس اللي راح تكون موجودة، وهل راح يستفيدون؟ وأيضا حجم هذا المنتدى، وهل يستاهل أيضا الشباب العماني أن يكونون فيه؟ وأكيد إحنا أكيد نقدر الجهود القائمين عليها في المنتدى، لكن حابين نعرف مستمعينا عن فكرة المنتدى هذا. مثل ما خبرتكم 20 مقعد راح يكون لك أو لك أنت كرائدة عمل، رائد عمل حاب أن يشارك، يمكن إن شاء الله تكون من نصيبك أو من نصيبك، لأن أتوقع في رسوم
للتسجيل وفي أشياء كثيرة، لكن من خلال هذه النافذة الجميلة احنا مستمعينا ان شاء الله راح نوفر لكم 20 مقعد من خلال سالفتنا لليوم، لانكم تستاهلون. على 90456 ارسل اسمك الثلاثي ورقم الهاتف وان شاء الله راح نطلع 20 مقعد راح نتواصل معاكم. راح اكيد نتواصل معاكم مستمعينا، راح نتكلم عن هذا المنتدى وفكرته عقب هالفاصل. شباب على الهواء ياتيكم برعاية عمان تل. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بنك ظفار بنك لي مفضل، ولي جوائز كلي فروح، وفائزون أكثر وأكثر تتواصل الاحتفالات. بنك ظفار بنك لي مفضل، ولي جوائز كلي فروح، فائزون أكثر وأكثر تتواصل الاحتفالات. بنك ظفار بنكك المفضل. أقول صديقي عمر، إيش كلمة سر الواي فاي عندك في البيت؟ أول شيء اربط الحزام. كيف؟ يلا بسرعة اربط حزام الأمان. يا رجال أبغى كلمة سر الواي فاي بس. والبس الخوذة على راسك. ها؟ جهز نفسك، ترى عندي باقة إنترنت المنزلي فائق السرعة من عمان تل. الآن تصفح الإنترنت بسرعات فائقة من المنزل. للطلب تفضل بزيارة أقرب صالة عمان تل أو زوروا موقعنا الإلكتروني omantel.om. في واحدة من أقوى البطولات الرياضية بوجود نجوم الجيل الذهبي، السلطنة تتسلطن تتفنن بفريق من ذهب. قد يأتي بالعجب الدلل يا الأحمر وسيد تلال وأحمر الصلاة. الله على العماني. عشرة فرق تتنافس على كأس بطولة مستشفيات ومراكز مغربي. لا تدع الحدث الرياضي الأبرز يفوتك، وكن أحد الفائزين بالعديد من الجوائز والهدايا والسحوبات للجماهير في صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر من 22 إلى 25 من أكتوبر لعام 2017. بطولة مستشفيات ومراكز مغربية، نجومية، تنافس، إثارة. أعزائي المسافرين، يرجى الانتباه، نرجو منكم التكرم باتباع سياسة الأمتعة الجديدة في مطارات عمان. يرجى حزم جميع الأمتعة في حقائب أو صناديق مخصصة، فلن يسمح بحمل الأمتعة والحقائب المغلفة بالبطانيات اعتباراً من الأول من سبتمبر 2017، وسوف يسمح فقط بشحن عربات الأطفال وحقائب الجولف وغيرها من الأمتعة المتوافقة مع الشروط. هذا لضمان سلامة الأمتعة وتسهيل الإجراءات من أجل رحلة سفر آمنة ومريحة. الشركة العمانية لإدارة المطارات. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. اللي في بالي يا غالي حلالي حلالك، كلي لك حتى عمري فدالك، حب قلبي وخلى في بالك، ترى ما عندي شي يغلى عليك، كل شي بغيت لقيت اخذت يا روحي، وانا ساكت واخبي جروحي ولا همني اساي ونوحي، هذا كله عشان اموت فيه. كلي لك حتى عمري فدالك، حب قلبي وخلى في بالك، ترى ما عندي شي يغلى عليك، كل شي بغيت لقيت اخذت يا روحي، وانا ساكت بجروحي ولا همني اساي ونوحي، هذا كله عشان اموت فيك. سوا سوا تعال قرب يا الهوى، تعال عطني من الدوى وداوني، عمر يمر وانا ما عدت انتظر حتى
درجة بني أساسي أنا ناسي وتبقى أساسي يا حبيبي يا كل إحساس أنا شلتك تاج براسي ترى منساك لو مهما يكون رد لي يا غافي يا جافي يا حب الوافي رد لي قلبي حبيبي كافي ما في قبلك وبعدك ما في ولا غيرك ولا هم يحزنون يا حبيبي يا كل إحساسي أنا شلتك تاج براسي ترى منساك لو مهما يكون يا غافي يا جافي يا حب الوافي والله رد لي قلبي حبيبي كافي ما في قبلك وبعدك ما في ولا غيرك ولا هم يحزنون سوا سوا تعال قرب يا الهوى تعال عطني من الدوى عمر يومه وانا ما عدت انتظر حنون قلبه يا بشر جابني الحياة أفكار والأفكار طريق للنجاح والنجاح هدف وطموح أفكار وطموح أفكار وطموح أفكار وطموح أفكار وطموح نكمل معاكم مستمعينا أفكار وطموح من برنامج شباب على الهواء كل اثنين وموضوعنا اليوم مخصصينا عن المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب اللي راح يقام لأول مرة في السلطنة وأكيد راح يستقطب كثير من الشخصيات الملهمة للشباب ذات التجارب الكبيرة وطويلة الباع أيضا استفادة المشاركين واللي راح يكونوا موجودين من خلال الورش اللي راح تقدم أيضا المعرض المصاحب أيضا هناك ونشكر كل من تفاعل معنا بخصوص 20 مقعد اللي راح نقدمها من خلال برنامج شباب على الهواء للمشاركة في هذا المنتدى مستمعينا كثير من برامجنا وكثير من فقراتنا المتنوعة بخصوص كل اثنين وهذا الجانب الاقتصادي مستمعينا ان احنا دائما نهتم ان احنا ناخذ بايدي الشباب نهتم بالشباب نشركهم في كثير من المناشط الثقافيه الادبيه الاقتصاديه اللي نعتمد عليهم مستقبلا من خلال الحديث عن المنتدى عفوا اللي راح يكلمنا عن الاستاذ مروان بن محمد المطروشي عضو اللجنه التنظيميه للمنتدى حابين نعرف منك استاذ مروان شو هالمنتدى شو فكرته متى تاسس ويعني ومتى راح ينطلق ان شاء الله أهلا وسهلا المنتدى هو منتدى ريادة الأعمال العالمية الشباب جويف تأتي كلمة اختصار لجونيور وورد انتربرينورشيب فورم
في فرنسا. طبعا هو بدأ تأسيس هذا المنتدى في فرنسا، وهو حدث مشتق من المنتدى العالمي اللي هو الوينف، فالحين أصبح منتدى عالمي لريادة الأعمال الشباب باسم جويف. طبعا بعد 6 سنوات لاقت جويف على انتشار في أكثر من 20 دولة حول العالم. السنة قبل الماضية تم إبراز هذا المنتدى أيضا في الصين في منطقة هانغو، شاركت فيه 60 دولة على مستوى العالم في أكثر من 1500 مشارك. السنة الماضية بالتعاون مع مجموعة أوريجين في البحرين وبعض الجهات الحكومية مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، تم انطلاق هذا المنتدى كأول مرة على مستوى الخليج ومستوى الشرق الأوسط، وأول مرة يكون في البحرين، فحبينا أن ننقل التجربة. جميل. الحمد لله بعد ما يعني نجاح تام ونجاح مبهر على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، فنقل التجارب يعني حبينا أن ننقل التجربة ونطبقها في عمان، وراح يكون لأول مرة في سلطنة عمان، ويعتبر ثاني مرة على مستوى الخليج ومستوى الشرق الأوسط. ممتاز. وإحنا يعني بأمانة يمكن راح يكون أيضا متزامن أو في نفس الفترة اللي راح يكون فيها يوم الشباب العماني، اللي راح يكون في تاريخ 27 أكتوبر. من أكتوبر الشهر الجاري. مستمعينا، يعني حبيت بأمانة هذا الشغف، حبيت هذا الاهتمام، حبيت الالتفات الجميلة للجديد اللي محتاجينه الشباب أيضا، خاصة رائد العمل تلقاه متخبط أحيانا، تلقاه ما عنده أي خلفية، يقول لك أن أنا حاب أفتح مشروع، أن أنا حاب أبدأ، لكن ما عنده تجارب، ما يسأل، ما عنده أيضا حتى فكرة عن كيفية أنه هو يفتح مشروع. لما إحنا بنجيب ننقل تجارب حقيقية لها اسمها، لها وزنها، لها ثقلها، ونشركهم أيضا من خلال الحديث أكيد، ويسمعون قصص حقيقية من أشخاصها، فبالتالي أكيد الشغف رح يزيد عندهم. إحنا نعرف أن الوضع الاقتصادي العالمي واللي جرى مع رواد الأعمال والأشياء الكثيرة هذه اللي صارت في الفترة الأخيرة، يمكن البعض ما كان حاسب لها والبعض تخبط في هذه الأمور، لكن تبقى وشفنا أيضا إصرار البعض أنه هو يوقف ويشارك في مناشط شبابية كثيرة. شفنا كثير من الناس اللي راحوا وزاروا تركيا، حضروا هناك مؤتمرات، منتديات، راحوا الصين. حبيت هذا الوصلة، هما حتى وهم رايحين أستاذ مروان تلقى الشخص، أنا ما أعرف مروان ما يعرف عبدين ما يعرف أي شخص هناك معه، فبالتالي هذه الرحلة فيها تبادل لثقافات، فيها تبادل لخبرات كثيرة أكيد تصير استفادة من الخبرات. طيب جميل. طيب إحنا كيف ممكن أن للشباب رواد الأعمال العمانيين أنهم يستفيدون من هذا المنتدى؟ طبعا استفادة من هذا المنتدى هو المشاركة فيه. طبعا المنتدى راح يكون تاريخ 2 و3 لمدة 2 يومين إن شاء الله. طبعا في البداية 2 و3 أكتوبر بالفعل. طبعا أنا حاب أوجه يعني كلمة شكر إلى جامعة السلطان قابوس، ممثلة في مركز البحوث الإنسانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، احتضانها هذا المنتدى والذي راح يقام أيضا بالشراكة مع غرفة تجارة صناعة عمان وصندوق الرفد. جميل. والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، وهذا المؤسسات التي يعني تعني بمسؤولية ريادة الأعمال. جميل. وإحنا مخصص من خلال برنامجنا راح نسحب إن شاء الله على أسماء، راح نتواصل معهم 20 مقعد، يمكن تكونين أنت، يمكن تكون أنت أيضا. الشركات الطلابية اللي كان لها زخم كبير وجميل وعطاء لا ينضب بأمانة، بأفكار متجددة في مجالات كثيرة، مجالات شتى، اللي استضفناهم في برنامج شباب على الهواء، بإمكانكم أيضا أنكم ترسلون اسمكم الثلاثي مع رقم الهاتف، وإن شاء الله مثل ما وصلتنا رسائل وقاعدة تتزايد الرسائل، بإمكانك أن تكون أنت أو أنتي صاحب رائد العمل أو رائدة العمل أو من الشركات الطلابية، أكيد ما نستغنى عنهم. هذا 20 مقعد راح يكونون، أنت تكلمت عن رسوم المشاركة، هو يمكن مبلغ رمزي. هو مبلغ يعني جدا رمزي مقارنة بالفعاليات المصاحبة لهذا المنتدى العالمي. جميل. طيب خلينا نتكلم عن أهم المحاور اللي راح يهتم فيها هذا المنتدى. احنا نعرف ان يعني
احيانا اللي يتناولونه مثلا في الصين يمكن ما ينطبق معانا في السلطنة. لكل بلد هناك سياسة معينة، هناك خلينا نقول ارض اقتصادية وجغرافية مختلفة عن البلد الاخر. بالفعل. فشو هي المحاور اللي راح تهتم فيها ويهتم فيها هذا المنتدى؟ طبعا اليوم الاول ان شاء الله راح يتضمن جلسة عمل بعنوان من صاحب مشروع مبتدئ الى صاحب مشروع رائد. تشمل هذه الجلسة عرضا لثلاث رواد اعمال وهم الفاضل أديم البسان من المملكة العربية السعودية، وأيضا الفاضل عبد العزيز اللغاني من دولة الكويت، والفاضل المهندسة نادية مقبول من سلطنة عمان. راح يتم فيها سرد تجاربهم في هذا المنتدى، كيف أسسوا مشروعهم وكيف أصبحوا رائدين في هذا المشاريع اللي هم أسسوها بالفعل. حلو. يعني نقل تجربة حقيقية على أرض الواقع، من الـ A to Z، من البداية، من التأسيس، من الانطلاقة لحد الإبداع والتميز والإنتاجية. بالفعل جميلة بأمانة. والأوراق الثانية في اليوم الثاني أيضا لا، استمرارا لليوم الأول اللي راح يتبع الجلسة الأولى اللي هي جلسة العمل بعنوان من صاحب مشروع مبتدئ إلى صاحب مشروع رائد، راح يكون في جلسة نقاشية. هذه الجلسة النقاشية راح يشارك فيها عدد من رواد الأعمال بقصص نجاحاتهم وتجاربهم المتميزة في مجال ريادة الأعمال. راح يكون فيها سينجيم، راح تكون فيها استشارات، راح يكون فيها سينجيم، راح يكون فيها أيضا استشارات. راح يشارك فيها يعني رواد أعمال من داخل السلطنة ومن خارجها، من خارج السلطنة، وأيضا على الخارج السلطنة، أتكلم على المستوى الخليجي والوطن العربي وعلى المستوى العالمي. ممتاز. إذا خلينا إحنا رح نستكمل هذا الحوار معك ومع المستمعين، ونقولهم في فرصة أنك تكون مشارك أو أحد الحضور المشارك في هذا المنتدى العالمي لرواد الأعمال العالمي للشباب مستمعينا من خلال إرسال اسمك الثلاثي مع رقم الهاتف على 90456 وعلى 24699151. نستقبل اتصالاتكم الهاتفية، وأكيد الأنشطة الشبابية كثيرة متنوعة، بديناها بمراحل مختلفة رح نتكلم عنها عقب الفاصل. شباب على الهواء، يأتيكم برعاية عمان تل. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الكرة توصل لعدنان، يراوغ المدافع الأول، يا السلام، والثاني، الله، والثالث، وينفرد بالحارس. هذه فرصة خطيرة، لكن الزاوية ضيقة أمامه. بيشوت، لا لا، يمررها الخليفة الخالي من رقابة. خليفة يسدد، كرة قوية، جول. الخطوة الصحيحة في التوقيت المناسب تصنع الفرق. بادر بالخطوة مع برنامج المميز للادخار من بنك صحار. اربح أكثر من 1200 جائزة عبر سحوبات كل ساعة، سحوبات خاصة، سحوبات المناطق والفروع، سحوبات عامة، وسحوبات خاصة بالنساء والأطفال. للاستفسار اتصل على 24730000 اليوم. لما حب المعرفة يلاقي المعرفة، لما دقة القلب تهتف للنغم، لما الرمل يلاقي المطر، والفلتر يلاقي اللون لصورة أحلى، لما المبدع يطير بخياله، وحنين الماضي يلاقي فرح الحاضر، لما التغريدة تلاقي السناب، والتجديد يحصل أفكار بعد أفكار، يصير العجب. معكم تحلو المبادرة، معكم يهون الصعب ويقرب البعيد، معكم تتلاشى المسافات. عمان تل، معكم نسوي العجب. الآن أصبح بإمكانك أن تكون رابحاً لإحدى جوائز حساب التوفير المقدمة من بنك ظفار. جوائز ربع سنوية قيمتها 50,000 ريال لكل فائز، وهناك جوائز أخرى أسبوعية مجموعها 750,000 ريال، وجوائز شهرية مجموعها 240,000 ريال، ولزبائن الريادة 25,000 ريال لكل فائز شهرياً، و200,000 ريال للجوائز الربع سنوية أربعة فائزين. كن أحد الرابحين في سحوبات برنامج التوفير من بنك ظفار. للاستفسار اتصل على 24-79-1111 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.bankdhofar.com. تطبق الشروط والأحكام. بنك ظفار، بنكك المفضل.
باستخدام تطبيق خدمة من OIFC يمكنك دفع جميع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات كلها بلمسة واحدة، وبإمكانك تعبئة رصيد هاتفك وهواتف أسرتك وأصدقائك. كما يمكنك استخدام موقعنا الإلكتروني لدفع جميع الفواتير ولتعبئة رصيد النقال. موقعنا الإلكتروني www.oifcoman.com. خدمة، مكان واحد لخدمتكم بشكل أفضل. اشتري 4 إطارات بريدجستون واربح حتى 40 ريالا. العرض على جميع مقاسات سيارات الصالون والSUV. تفضل بزيارة أي من أفرع العناية بالإطارات أو فرستوب أو الموزعين المعتمدين لدينا في جميع أنحاء السلطنة. للمزيد من التفاصيل 9429-8799 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.bridgestone-tsc-oman.com أو bridgestone-oman@towelauto.com. اطلع على الشروط والأحكام. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الحياة أفكار. الحياة أفكار. أفكار. والأفكار طريق للنجاح، والنجاح هدف وطموح. وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. رجعنا لكم مستمعينا، وتحية لكل المتابعين والمستمعين لنا. تحية للي رسلونا على 90456. حبيت هذا الشغف اللي فيكم، حبيت أيضا إصراركم على أنكم تحضرون بعد إن شاء الله 20 مقعد في انتظار المستمعين، سواء كنت رائد عمل، رائدة عمل، أو أحد أشخاص من الشركات الطلابية اللي راح يستفيدون من المنتدى العالمي لرواد الأعمال للشباب، أو رواد الأعمال الشباب عفوا، لأول مرة في السلطنة. على شباب راديو مان تويتر، تحية لحميد أو حمد أو حمدي، يقول الشباب طاقة لابد الاستفادة، ابحثوا عن المبدعين المخترعين وأصحاب الهمم العالية وذو الابتكارات والطموح الشامل. الشباب بحاجة للتشجيع معنويا، بالفعل هم بحاجة دائما للتشجيع، ومثل ما أن إحنا دائما متواصلين معاهم ونخصص لهم مساحات كبيرة من خلال برامجنا المنوعة. نرحب من جديد بالمستمعين اللي ثبتوا الموجة على أثير إذاعة الشباب. سالفتنا لليوم في أفكار وطموح. في أفكار وطموح مستمعينا، سالفتنا لليوم حديثنا عن الأنشطة الشبابية، وأيضا دور المنتديات اللي تقام في السلطنة أو خارجها في تشجيع الشباب. وراح نتكلم أيضا عن المنتدى والمؤتمر العالمي لرواد الأعمال للشباب برفقتنا الأستاذ مروان بن محمد المطروشي، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى. قبل كنا قاعدين نتكلم احنا عن موضوع وسالفة الجلسة الحوارية الأولى اللي راح تكون. طيب، من هم المشاركين في الحلقة النقاشية الأولى؟ نعم، بالنسبة للمشاركين راح يكون من ضمن المشاركين ورواد الأعمال المهندس عبد الله السعيدي، هو الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة، شاب موهوب أحب أنه يستغل طاقته ويصقل موهبته، قام بإنشاء هذه الشركة الشخصية له. طبعا هو مثل ما قلنا المهندس عبد الله السعيدي من سلطنة عمان. ايضا الفاضلة والاستاذة القديرة شريفة البرعمي، الرئيسة التنفيذية لصندوق مسرعات الاعمال، اللي راح يعني تكلمنا عن تجربتها في مجال ريادة الاعمال. حلو. ودعم رواد الاعمال، بالإضافة إلى الأستاذ المتألق اللي المفروض اليوم يكون معنا في البرنامج، أستاذ إسحاق، والظروف يعني خارجي عن الإرادة ما كان متواجد، له كل التحية، الأستاذ إسحاق الشرياني الرئيس التنفيذي لمركز الطموح الشامخ، ممثل لسلطنة عمان. بأمانة بأمانة، يعني قاعدين تختارون أنتوا أسماء غنية عن التعريف، أسماء محتاجينها أيضا الشباب أنه يكون متواجد أينما تواجدوا، يستفيد من خبراتهم من تجاربهم. بس أتوقع ما بيكفيكم يومين.
لا ان شاء الله راح يكفي يومين طبعا. لي اسحاقي لامسك المسرح سلامتك. لا ان شاء الله نحاول نسيطر عليه. ان شاء الله باذن الله، لان بامانه مثل هالاساتذه وتجاربهم الجميله الشباب اكيد راح ياخذ ويعطي في مجال هناك للنقاش للاسئله راح تكون ايضا في يعني في وقت خاص لهم في هذه الحلقه للاستشارات، لان البعض منهم ما شاء الله اصحاب اعمال كبيره راح يستفيدون من تجاربهم. راح يراس هاي الجلسه الدكتور احمد بوزبر رئيس مجلس اداره شركه دايكو من دوله الكويت، ما شاء الله يعني شخصية رائعة في دعم وتنمية المواهب البشرية وخاصة رواد الأعمال. جميل، خاصة أن بعض رواد الأعمال تلقى عندهم القلق عدم اتخاذ القرار أو التسرع أحيانا في اتخاذ القرار، تلقى أنهم متخبطين في بعض الأمور، محتاجين لجوانب معينة على أساس أن هي تكمل جوانب النقص الموجودة معهم. مستمعين على 24689811 نستقبل اتصالاتكم الهاتفية ونقرأ بعض التغريدات الموجودة معنا، ونرحب أكيد بأبو حميد الفزاري. تحياتنا لك يا أبو حميد الفزاري مهند المعمري. وأيضا أبو المعتصم المعولي يقول قليلا من الصبر قد يصنع ألف طريقا للسعادة. مساء الخير للجميع. نعتذر على الرمزية اللي ما نزلت اليوم في الانستغرام. السبب عرفتوه يمكن، اللي هناك موجود صلالة في محافظة الظفار السعد إسحاق، والله يسعد إن شاء الله. لكن بإذن الله إن شاء الله بعد شوي بعد كل فترة راح ننوه عن موضوع البرنامج للي ثبت الموجة واللي قاعد أو متعود أن يتابعنا في الانستغرام وغردنا في تويتر، والعشرين المقعد إن شاء الله راح تكون في نهاية البرنامج اللي راح يكونون بإذن الله من حضور المشاركين في المؤتمر العالمي لرواد الأعمال الشباب. وصلتنا أسماء كثيرة وإن شاء الله ما راح أرد حق بإذن الله. صحيح أستاذ مروان؟ إن شاء الله تعالى. وإذا زادوا عن 20 هو المنتدى جاء من باب المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الشركات المذكورة والمؤسسات المذكورة، لهم كل التقدير. والمنتدى هو أساسا لرواد الأعمال الشباب. أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله ما راح نقصر مع أي شخص. أنتم كريمين وهم يستاهلون شبابنا بإذن الله تعالى. بإذن الله. خلينا نتكلم عن الجامعة مالك، وين درست؟ أنا درست في جامعة صحار. التحقت في جامعة صحار الحمد لله بعد توفيق من الله تعالى، الحمد لله، وحصلت على نسبة طيبة في الثانوية وبعثة من وزارة التعليم العالي الحمد لله. طبعا كانت البعثة جزئية، لكن بعدين بأوامر صاحب الجلالة الله يحفظه يطول في عمره أمر أن جميع البعثات تكون كاملة وليس جزئية. جميل. طيب من خلال وجودك في الجامعة في جامعة صحار، وأكيد إحنا نعرف أن إحنا من أول ما ندخل المدرسة وأن إحنا نسمع عن أنشطة طلابية، نسمع أن إحنا نشارك في المجال الفلاني، نشارك في المجال الفلاني، نكبر نتدرج نوصل للجامعة، نشارك في أنشطة طلابية أيضا في مجالات مختلفة. هل كان لك دور في الأنشطة الشبابية الطلابية في الجامعة؟ بالنسبة للجامعة الحمد لله، والجامعة كانت يعني مسيرة إكمال للمدرسة. في البداية التأسيس كان الحمد لله من المدرسة بالتحاق في جماعة الكشافة، بعد ذلك في الجماعات الثانية كجماعة الإذاعة، كجماعة الإذاعة جماعة الصحة وجماعة الإدارة الطلابية، بعد ذلك الحمد لله وصلت المشوار في جامعة صحار في عدة جماعات إلى الحمد لله أن الله وفقني ونلت على ثقة طلاب الجامعة وصرت رئيس مجلس طلابي لمدة سنتين. ما شاء الله. طيب يعني هذه التجارب والخبرات اللي أنت خطها في الجامعة أهلتك أنك توصل للمستوى اللي أنت وصلته الحين، فتحت لك آفاق كبيرة أنك تفكر في شباب، تفكر في أن تضيف حاجة للوطن وللشباب، كان لها دور ولا كانت يعني مجال عملك وانت اتجهت له؟ لا الحمد لله، هو في البدايه يعني كان دافع نفسي كان ايمان بطاقه داخليه
ان لما نشوف غيرنا قاعد يشتغل نفكر ايش اللي ايش النواقص اللي موجوده فينا على اساس ان نحن ما خلتنا نوصل. جميل. وكل شخص لو راح يفكر كذا ما في نواقص يعني في كل شخص الحمد لله، يعني النواقص اذا كانت محدوده من ناحيه الجانب التعليمي، لكن بالنسبه لجانب المهارات الكل عنده مهارات ولا بد انه يصقلها. صحيح. قبل الصقل لا بد انه يتعرف على مهارته، ايش المهاره القويه. هو طبعا جميع المهارات ما راح يصقلها في وقت معين او وقت محدود او وقت صغير، لكن لا بد انه يختار له طريق. فالخطة عمل الخطة الشخص يعمل لنفسه خطة، هذه أساس الابتداء. بعدين التوكل على الله يعني والمشي في الطريق اللي اختاره هو. ونعم بالله. أحد الأشخاص يقول سالمين أو ليلى بتصالح الجديد تقول إن شاء الله أفوز بفرصة الحضور لمنتدى رواد الأعمال الشباب. طيب هل سمعتي عنه عزيزتي ليلى؟ أنتوا أيضا مستمعين سمعتوا عن هذا المنتدى؟ خلينا نتكلم أيضا أستاذ مروان عن إن شاء الله راح تفوزين، ما راح تفوزين إن شاء الله، اسمك راح يكون موجود بإذن الله. على 90456 أرسلوا أسماءكم الثلاثية مع رقم الهاتف وبإذن الله راح يكون لكم نصيب من الحضور في المنتدى العالمي الأول لرواد الأعمال الشباب مستمعينا في السلطنة. المرة الأولى كان في الصين، في البحرين أو الصين؟ البحرين. في البحرين. ما قبل البحرين على مستوى الخليج، مستوى والشرق الخليج. الأوسط. نعم. الصين استضافوه في السنة اللي كانت قبل البحرين. لو أنه كل سنة لابد أن جهة معينة مختصة تطلب تنفيذه من إدارة المنتدى اللي مقرها الرئيسي في فرنسا وهي المنظمة العالمية لريادة الأعمال المؤسسة لهذا المنتدى. والحمد لله أنه راح يكون موجود معنا، وإحنا شاكرين كل الأشخاص اللي رسلوا أسماءهم مع أرقام هواتفهم على 90456. إن شاء الله راح نعلن عنه في نهاية البرنامج عن الأسماء، وراح يتواصلون معاكم أيضا الأستاذ مروان المطروشي عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى، وأكيد راح تستفيدون من الورش المقدمة والفعاليات المصاحبة وأيضا من سماع وتجارب خبرات الأشخاص المشاركين في المنتدى. في برنامج صناع النجاح اللي كان في شهر رمضان احنا استقطبنا كثير من الشخصيات في مستوى مختلف في ريادة الأعمال، أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو من كان لهم باع طويل في مجال السوق. بأمانة يعني هالبرنامج يمكن اشتغلنا عليه لكن كان عنصر تحفيزي كبير. نعم. لكثير من الشباب، كثير من الشباب كان يسمع، كانت يمكن أساس أو مصدر إلهام لهم لما يسمع تجارب، خاصة الناس اللي تبدأ في مشروع وتلقاها ما عارفة كيف تكمل هالمشروع. إحنا من خلال هذا المنتدى أكيد راح يكون هناك فيه محاضرين. نعم. سواء كانوا محليين أو كانوا خارجيين، وراح نسمع لتجارب. حابين نعرف المحاضرين المحليين. المحاضرين المحليين طبعا مشارك معنا أو اللي راح يكون مشارك معنا إن شاء الله صاحب السمو والسيد أدهم، السيد الدكتور أدهم آل سعيد، أيضا الأستاذة القديرة شريفة البرعمي والأستاذ إسحاق الشرياني، كذلك المهندس عبد الله السعيدي. هذولا إن شاء الله راح يكونوا من مشاركين يعني من سلطنة عمان، بالإضافة إلى الأستاذة الفاضلة نادية مقبول. جميل. باب التسجيل متى ينتهي؟ باب التسجيل مفتوح إن شاء الله للفترة الصباحية من مساء يوم الأحد تاريخ 1/10، لأن تاريخ 2 و3 راح ينطلق المؤتمر طبعا في تاريخ 2 إن شاء الله، المنتدى عفوا في تاريخ 2. واللي ما راح يحالف الحظ معانا في المقاعد اللي احنا راح نخصصها كيف ممكن انه يشارك معنا؟ والله نتوجه بالشكر الجزيل للجهات الداعمة اللي يعني تقدمت لنا من باب المسؤولية الاجتماعية تدعم شباب الوطن والشباب رواد الأعمال. راح نتواصل نحن معهم بإذن الله ونكلمهم أن دعم مشاركتهم جاء من المؤسسة الفلانية أو من الشركة الفلانية اللي هم يعني خصصوا مبالغ لدعم رواد الأعمال. جميل. يستاهلون. إن شاء الله الدعم يشمل جميع رواد أعمال السلطنة إن شاء الله. إحنا راح نتكلم عن تفاصيل كثيرة وأكثر، لكن نطلع لفاصل قصير. شباب على الهواء يأتيكم برعاية حياك على كيفك. إذاعة الشباب من
سلطنة عمان. صناعة الموروث تتطلب أجيالاً متعاقبة، وتعزيز العلاقات يحتاج إلى عقود طويلة، وبناء قاعدة متينة يستغرق أعواماً عديدة. ولكننا في بنك صحار، وكونكم شركاءنا في رحلة التميز، نجحنا في تحقيق كل هذا في غضون 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة حافلة بالنجاحات امتدت ل10 سنوات، تكللت بتحقيق العديد من الإنجازات ومستويات النمو، واتسمت بمعايير متميزة من الشفافية والابتكار، والأهم من كل هذا التميز في خدمتك وخدمة مجتمعنا. فخورون بكونكم جزءا من رحلتنا نحو التميز. بنك صحار، تميز. حان وقت الصيف، حان وقت الانطلاق. تحرر من قيود النظارة الطبية واستعد حدة بصرك بمستشفى مغربي للعيون والأذن بمسقط، بخصم 50% على الكشف والفحوصات وجراحات تصحيح النظر والحول. اتصل الآن 909-54-909. 15 جيجا بايت بيانات، يعني أقدر أشوف أكثر من 750 فيديو على اليوتيوب، وأشارك 3590 صورة على الإنستغرام، وأنشر 300 سناب، وأرسل أكثر من 2500 رسالة واتساب، وأغير ستاتس 1340 مرة على الفيسبوك، وأغرد تقريبا كل دقيقة. هلا بباقتي بلس. باقة أجلة الدفع تمنحك بيانات تواصل اجتماعي تصل حتى 15 جيجا بايت. أضف باقتي بلس مقابل 5 ريال واستمتع بيوتيوب وإنستغرام وسناب شات وواتساب وفيسبوك وتويتر. للاشتراك أرسل باء إلى 90087. للمزيد من التفاصيل حمل تطبيق عمان تل الآن. باستخدام تطبيق خدمة من OIFC يمكنك دفع جميع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات كلها بلمسة واحدة، وبإمكانك تعبئة رصيد هاتفك وهواتف أسرتك وأصدقائك. كما يمكنك استخدام موقعنا الإلكتروني لدفع جميع الفواتير ولتعبئة رصيد النقال. موقعنا الإلكتروني www.oifcoman.com. خدمة، مكان واحد لخدمتكم بشكل أفضل. مخطط أني أتقاعد بعمر 40 إن شاء الله. هدفي أأمن لأولادي أفضل تعليم، ودي أجهز لزواجي بأفضل طريقة. أيا كانت أهدافكم وخططكم المستقبلية، يمكنكم الآن تحقيقها مع خطط ميثاق للتوفير بالمدة الزمنية التي تحددونها وبمعدلات ربح مناسبة، إلى جانب الحصول على تغطية تكافلية. حققوا أهدافكم مع خطط ميثاق للتوفير. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب فرع لميثاق أو اتصل على 24656666. اشتري 4 إطارات بريدجستون واربح حتى 40 ريالا. العرض على جميع مقاسات سيارات الصالون والSUV. تفضل بزيارة أي من أفرع العناية بالإطارات أو فرستوب أو الموزعين المعتمدين لدينا في جميع أنحاء السلطنة. للمزيد من التفاصيل 94292879 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.bridgestone-tac-oman.com أو bridgestone-oman@taulauto.com. اطلع على الشروط والأحكام.
أفكار. الحياة أفكار. أفكار. والأفكار طريق للنجاح، والنجاح هدف وطموح. وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. مستمعينا، نتواصل معكم في برنامج شباب على الهواء كل اثنين مع أفكار وطموح. تحية لكل من تواصل معنا ورسل رسائل قصيرة على 90456. عامر بن محمد العسير يقول: أتمنى المشاركة في منتدى رواد الأعمال كوني تربوي متخصص، وأرغب في الاستفادة من الخبراء في ربط التعليم والمناهج بموضوع ريادة الأعمال، ولكم الشكر والتقدير. جميل، إن شاء الله بإذن الله. إحنا مخصصين 20 مقعد على 90456. مستمعينا اللي حاب ينضم يرسل اسمه الثلاثي مع رقم الهاتف على 90456. أيضا في تويتر وصلنا استفسار تقول: سميرة مساء الورد أستاذتي الكريمة، ممكن أعرف كيف أقدر أحضر المنتدى؟ الحين سمعت البرنامج، أكون شاكرة لكم. سميرة، إذا كنت حابة تدخلين على 90456 ترسلين رسالة، اكتبي اسمك الثلاثي مع رقم الهاتف، أو أن في منافذ، هذه طبعا المقاعد مجانية راح تكون مقدمة من شباب على الهواء لكم أنتو كمستمعين، أو عن طريق شراء مشاركة التسجيل للمنتدى من منافذ أخرى. لكن أنا أقول لك يا سميرة، أرسلي على 90456 اسمك الثلاثي ورقم الهاتف. طيب، نرجع للأستاذ مروان بن محمد المطروشي، الله يسعد الجميع ودرب السلامة لكم مستمعينا. تكلمنا مستمعينا قبل وعرفنا، يعني طلعنا شوي عن المنتدى، دخلت في الأستاذ مروان، عرفت شخصيته. بأمانة أنا حابة تكلم في نقطة معينة. صغير في العمر، الله يعطيك إن شاء الله طولة العمر، مثابر، مكافح، ماسك إدارة حلوة، ومدير في جهة معينة وراح أقول شو اسمها. وأيضا تخصصك كان هندسة؟ نعم، هندسة ميكانيكية وميكاترونكس. إيه، بعيد كلش صح؟ نعم بعيد. طيب إيش هالشي والشغف اللي خلاك تدخل في هالمجال؟ بالنسبة للمجال الهندسي، وهو كان يعني طموح، وكان طموح ورغبة بدراسة الهندسة. أما بالنسبة لمجال الإدارة، هو كان أيضا موهبة حبيت أني أطورها وما أخسر هذه الموهبة. فالموهبة إذا ما أصقل موهبتي وما أستمر على الطريق، يعني راح أتناسى القدرات وراح يعني أفقد بعض من قدراتي. فالحمد لله استمريت على هذا المنهج وإلى ما وصلت عليه الحين بفضل الله تعالى. الحمد لله، الله يحفظك إن شاء الله. وأنتوا نماذج أكيد من الشباب اللي إحنا ما نعرفهم واللي نسمع عنهم، المكافحة اللي ما توقف عند حد معين، اللي تؤمن أن للشاب طاقات، أنه لازم أن هو يجددها، يفتش عنها، يبحث عنها. ما حد يعرف نفسك قدك أنت، ما حد يعرف الطاقة اللي أنت تقدر تتحملها، اللي تقدر توصلها غيرك أنت. لا تروح تسأل، مثل ما في بعض الحلقات مع الأستاذ إسحاق الشرياني، البعض يقول له، وهو يحكي لنا يقول له: أنا عندي أنا حابة تعطيني فكرة. جميل، طيب أنا كيف أعرف أن الفكرة اللي بعطيك إياها راح تتناسب معك أنت؟ لأن فكرتي أنا يمكن بناء على بيئة معينة، على ثقافة معينة، يمكن أنت ما وصلت أو ما عشت نفس التجارب اللي أنا عشتها، فبالتالي هناك في فروقات، ما حد يعرفك قدك أنت. وهذا المنتدى رواد الأعمال العالمي للشباب مستمعينا، أكيد راح يكون فرصة كبيرة لرواد الأعمال العمانيين يشوفون نفسهم وين وصلوا
راح يسمعون لتجارب أكيد رواد أعمال محليين أو عمانيين أو خليجيين أو من دول أخرى. مستمعين راح يكونوا موجودين. كنت تحكي لي أنت قبل ما نبدأ البرنامج عن بعض الورش اللي قدمتوها وفي منتديات سنوية مصاحبة لخريف صلالة. نعم، في عندنا مؤتمر سنوي نقيمة يعني دعما لترويج السياحة في السلطنة، مؤتمر سنوي نقيمة في صلالة بالتحديد في شهر أغسطس، والحمد لله يعني من نجاح إلى نجاح، نستفيد من تجاربنا في كل سنة ونطبق الأفضل نقدر في السنوات القادمة. فهو أصبح مؤتمر سنوي يقام سابقا كان في الخليج يعني، ولا زال أنه هو لأنه اسمه المؤتمر الخليجي. فمؤتمر خليجي أول وثاني وثالث في السنوات الخمس الماضية أو نعم الخمس الماضية كان على مستوى الخليج في البحرين في السعودية، والسنتين اللي مضت هذه السنة هذا الخريف اللي راح واللي قبله المؤتمر كان على المستوى السابع والسادس أقمناه في صلالة الحمد جميل. لله يعني يمكن تكون هذه عفوا المؤتمرات من المؤتمرات السياحية اللي تسمى اللي تكون بمواسم معينة. حتى أنت لما تجيب زوار من خارج السلطنة تستثمر وجودهم من خلال الترويج لسياحة السلطنة. هذا بيروح بلاده باكر أو عقب أو السنة اللي عقبها بيجيب هلا بيصور بينزل مثلا بوست في حسابه راح يروج سياحيا للسلطنة. نعم، البعض أيضا خاصة رجال الأعمال المتحدثين أصحاب الشركات اللي أفكارهم يعني طموحة ما شاء الله يحبوا أن بعد انتهاء فعاليات المؤتمر يستمروا في صلالة يبحثوا عن مشاريع كيف بإمكانهم يستفيدوا من أجواء صلالة من ناحية الاستثمار في جميع المجالات المتواجدة. الحمد لله الحمد لله جميل. على 24-6-9-8-1-5-1 مخرجنا عابدين البلوشي يوجه لكم أجمل التحايا. وأيضا في حال مكالمات عابدين بعد إذنك لو تحولها لنا ظهر قاعد يرتب الفترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أشارك في المنتدى. حاضر يا سلطان إن شاء الله، سواء كان مقيم أو مواطن يرسل اسم الثلاثي مع رقم الهاتف. إن شاء الله إن شاء الله، وإحنا نرحب أكيد بالجميع في مقاعد إن شاء الله راح تكون موفرة ومتوفرة لعشرين شخص. رسل اسمه على 90-456 مجانية، هدية من شباب على الهواء ليكم أنتم. يمنون علينا ترى يستاهلون. إذا زاد العدد ما مشكلة إن شاء الله. الشركات الداعمة ما راح تقصر يعني الحمد لله. خلينا نتكلم عنها الشركات الداعمة وفرت. بالفعل في عندنا يعني شركات الحمد لله يعني لبوا نداء دعم الشباب. جميل. ودائما هم نحصلهم في الساحة ساحة رواد الأعمال يعني من إقامة المناشط التطوعية، إقامة المسابقات، إقامة الفعاليات التي تهدف للترويج عن منتجات ومشاريع رواد الأعمال. بالنسبة للشركات المساهمة والشركات الداعمة نقدم لهم ألف تحية وألف شكر. حياتنا لهم. شو قدموا؟ بعض الـ 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 الشركات يعني قدموا دعم لرواد الأعمال بتكلفة، يعني هم راح يساهموا بتكلفة بعض راح يساهموا بتكلفة للمشاركة ببعض رواد الأعمال. طبعا الشركات من ضمن الشركات شركة تنمية نفط عمان، أيضا شركة الصلالة للميثانول، شركة الطاقة، الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وبعض الشركاء الاستراتيجيين اللي ما ننسى دورهم صندوق الرفد وريادة وأيضا غرفة تجارة وصناعة عمان، هم المعنيين بهذه الفئة ولا بد من احتضانها ودعم موهبهم ودعم موهبتهم لصقل المهارات. جميل. يعني هل خصصوا أعداد معينة للمشاركة؟ بالفعل هم يتواصلون معنا على أساس أكبر عدد تم دعمه كم؟ تقريبا يوصل لحدود 50 من كل مؤسسة؟ لا مش من كل مؤسسة، يعني إجابة على سؤالك يعني تقريبا من مؤسسة واحدة يحتضنون 50 البعض 20 البعض 30. طبعا أنا سمعت حد 1000. طبعا بالنسبة صحيح؟ هذا الألف كمبلغ هو
يقدم، لكن الألف يقسم على عدد مقاعد. أيضا نحن لما نتواصل من باب الشفافية والعمل بأمانة نتواصل مع يعني المشاركين، نخبرهم أن هذا الدعم جاي من المؤسسة الفلانية، لأن في النهاية مثل ما تكلمنا من باب الأمانة أن نحن أيضا نرسل للشركة الداعمة كشف بأسماء رواد الأعمال اللي استفادوا، لأن البعض يسجلها عنده من ضمن مسؤوليات الاجتماعية من ضمن القيمة المضافة في دعم رواد الأعمال والخدمة المجتمعية، وهي سنويا تكون أصلا حتى موجودة في ميزانية المؤسسة، تكون موجودة لهم إذا صار يعني مبلغ إضافي يتم تحويله إلى مؤتمر آخر أو إلى ورشة أخرى أو إلى دورة تدريبية أخرى بنفس الحاجة، نرسل للشركة طبعا أن يعني نحن نحن تواصلنا مع كذا كذا عدد وقدمنا لهم دعم من معكم. لما نتواصل مع رواد الأعمال نتكلم معهم أن حصلوا دعم من الشركة الفلانية. جميل، أنا حابة أشكر سميرة على تلبية النداء اللي تواصلت معنا في تويتر وقلت لها ترسل اسمها الثلاثي ورقم الهاتف على رسائل قصيرة نصية على 90456، وكل من رسل اسمه إن شاء الله راح تكونون بإذن الله موجودين إن شاء الله في هذا المنتدى رواد الأعمال العالمي للشباب اللي يقام لأول مرة في السلطنة، وهو بحجم كبير بأمانة، في شخصيات كبيرة ممكنكم تستفيدون منها أيضا وتتعلمون من تجاربهم. الأستاذ إسحاق الشرياني أحد الشخصيات المتحدثة اللي راح تكلمكم عن سيرة حياته، بيقولكم أنه بيدار وبيقول يعني قصة جميلة نسمعها دائما منه، وأنه كيف بيدار وصار ما شاء الله. وهو الحين شتقول شيء؟ وهو إسحاق ينقل تجارب واقعية. أيوة وهذا اللي لابد منه، يعني كتحفيز للشباب، كتحفيز لرواد الأعمال، لأن البعض خلاص يوصل لنقطة ييأس من يعني بعض الإجراءات وبعض كيفية إنهاء المعاملات، كيف التنقل من مؤسسة إلى أخرى فإنهاء معاملة معينة بالضبط. وهذا يعني متعارف عليه في السلطنة، وهي في النهاية إجراءات يعني بالضبط. لكن نحن لابد أن نسهل هذه الإجراءات، الإجراءات لابد أنها تكون موجودة لحفظ النظام، أيضا لحفظ النظام يعني اللي هو مثل ما نقول أن يتحكمون بهذه الفئة بصورة جميلة تنظيمية، لكن النظام محتاج للتطوير بالضبط، محتاج على أساس أن نقدم أفضل جودة صحيح. أفضل خدمة، وخاصة أنا قاعدة أشوف يعني مثلك أنت أستاذ مروان شاب وعارف شو الشباب محتاج له وعارف احتياجاتهم بشكل كبير، لما أشوف يعني وأقيس صغر سنك يعني بأمانة نفخر بيكم ونفرح بيكم وبأمانة يعني حابة أشكر الشخص اللي عطاك هالثقة ومسكك هالمهمة خلينا نقول في المتابعة في التنسيق في التنظيم لهذا المؤتمر وأشياء كثيرة، وأكيد في شباب مثلك قاعدين يسمعونا الحين نوجه لهم التحية القائمين بهذا المنتدى، يعني هذا ما يجي في يوم وليلة ونقول يلا بنسوي المنتدى خلاص. نعم. لكن أكيد يحتاج دراسة، يحتاج لوقت كبير التصاريح أيضا والموافقات بالضبط، اللي يعني على أساسها الحمد لله تم إقامة هذا المنتدى بعد موافقات من الجهات المختصة. جميل، احنا معنا اتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم. السلام، مرحبا، أهلا وسهلا بزهرة، كيف الحال أختي؟ الحمد لله، يسرك الحال. أخبارك مشاعر؟ طيبين، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين، حياكم الله. طبعا زهرة أنا بعرف عنها للمستمعين وبعرفها للمستمعين، زهرة هي وزوجها أحد صناع النجاح واللي أخذناهم في برنامج صناع النجاح، وهما نموذج يحتذى به في الوئام وفي العمل وفي الانسجام الجميل في العمل اللي يشتغلونه هما الاثنين. تحية لإسحاق البوسعيدي زوجك، ومعانا عبر الهاتف زهرة أم بوسعيدي اللي حابة تشاركنا بخصوص حابة تشارك أيضا في المنتدى وحابة تكلمنا عن هذا الإصرار. زهرة مرحبا، شو تفضلي. تابعت البرنامج وسمعت حديثكم عن المنتدى، حسيت بشوق كبير أني أكون حاضرة في المنتدى. المنتدى شيء يضيف لنا
كثير كرواد أعمال، كأصحاب مؤسسات صغيرة. نحن بحاجة مثل هذه المنتديات، وبحاجة لأن نزيد من خبرتنا، نتعلم من ثقافات وخبرة الناس اللي أكبر منا، اللي خلاص انخرطوا في العمل وعاشوا التجربة والواقع، عندهم خبرة أكثر منا، فنتمنى نحن نستفيد من خبراتهم أكثر. نحظى بفرصة أن نتعرف عليهم عن قرب، نجلس معاهم نستفيد من خبراتهم. صحيح بالضبط. طيب أنا حابة أسألك سؤال يا زهرة، هل بتكونين بروحك ولا بتاخذين العدسة معاك؟ وين؟ بتكوني بروحك في المنتدى ولا بتاخذي العدسة، عدسة التصوير؟ ما أكيد مع العدسة، شياكة للتصوير. أنا كنت أكيد شياكة حاضرة معي، وين ما أكون أنا وشياكة. جميل، إذن هذه دعوة منها زهرة، حابة تكون معاكم أستاذ مروان، ورح تحضر هي وعدستها وتلتقط لكم أجمل الصور اللي رح تكون مصاحبة للذكرى إن شاء الله في الأيام القادمة، وأيضا رح توثق هذا المنتدى من خلال صورها وعدستها الموجودة. أهلا وسهلا بها وكل رائد عمل. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا زهرة، وأنا أحيي فيك هذا الاهتمام الكبير، أن الإنسان ما يوصل عند نقطة معينة ويقول أنا خلاص اكتفيت، ما رح أحضر، ما رح يضيف لي شيء هذا المنتدى، أو ما رح أحضر، كفاية علي أتعلم بروحي. لا، تعلم بروحك، لكن أيضا حتى مشاركاتك في المنتدى رح تعرفك على رواد أعمال ثانيين، يمكن تكون فرصة أنكم تعملوا شراكة مع بعض، أنكم توسعون أيضا تجارتكم، نقل تجارب، نقل تجارب بالفعل. أكيد موفقين يا زهرة عزيز، وشكرا لك على الاتصال. آمين. تسلم. مشكورين كثير. مع السلامة. متواصلين معكم مستمعينا، احنا في برنامج شباب على الهواء، نطلع لفاصل قصير. شباب على الهواء يأتيكم برعاية عمان تل. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عيوب الإبصار قد توجد لدى الطفل دون أن يلاحظ أبواه ذلك، وهي قد تضعف النظر وتؤدي لكسل العين الدائم فيما بعد إذا أهملت. يجب فحص نظر الطفل لدى طبيب العيون المختص قبل سن السادسة. هذه المعلومة مقدمة من مستشفيات ومراكز مغربي، لتنبض حواسكم بالحياة. مرحبا بك في حفاوة للصيرف المميزة من ميثاق. أهلين، عندي سفرة لندن وحاب أستفسر عن مزايا السفر ببطاقة حفاوة فيزا سيجنتشر الائتمانية. أكيد طبعا، بجانب مزايا السفر والفنادق الفاخرة، تعطيك البطاقة حد ائتماني مرتفع يخليها بطاقة مثالية للتسوق حول العالم. شيء طيب. وبإمكانك بعد الدخول لأكثر من 500 صالة من صالات المطارات حول العالم، وبعد خدمة توصيل مجانية من وإلى المطار. مشكور كثير. مع مدير مخصص لعلاقات زبائن وخصومات مميزة وغيرها الكثير من المزايا لزبائن حفاوة للصيرفة المميزة. لمعرفة المزيد تفضلوا بزيارة أقرب فرع لميثاق. تسعى حياة للمياه إلى الارتقاء بالمستوى الصحي لكافة المواطنين والمقيمين من خلال القضاء على أسباب التلوث الناجمة عن أنظمة تصريف المياه المنزلية التقليدية، والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة، وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث باعتبارها ثروة وطنية تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ عليها للأجيال القادمة. إن تعاونك معنا في توصيل منزلك بشبكة التصريف الصحي الحديثة يوفر لك الكثير من المزايا المفيدة على المدى الطويل، ويحمي منزلك والمنازل الأخرى في الأحياء السكنية وجعلها نظيفة. حيا للمياه عمان، أكثر خضراراً وصحة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حلوة موت وفوق حسنك والدلال، فوق حسنك والدلال تدخلين القلب وما تستأذنين، يعني عندي شي زيان. المحبة من الله ما هي بالسؤال، والغلا أنواع بين العاشقين، لكن فوق حسنك والدلال تدخلين القلب وما تستأذنين، فيك شيء غير مش بس الجمال شد قلبي، وما أدري ما
حياك الله والبخات أشر تعال واجمل من الحلم جيتي تقبلي انت شيخة قلبي ما فيها جدال وبلقاك الدنيا في عيوني تزين فيك شيء غير الشباب من سلطنة عمان. عيوب الإبصار قد توجد لدى الطفل دون أن يلاحظ أبواه ذلك، وهي قد تضعف النظر وتؤدي لكسل العين الدائم فيما بعد إذا أهملت. يجب فحص نظر الطفل لدى طبيب العيون المختص قبل سن السادسة. هذه المعلومة مقدمة من مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة. مرحبا بك في حفاوة للصيرفة المميزة من ميثاق. أهلين، عندي سفرة لندن وحاب أستفسر عن مزايا السفر ببطاقة حفاوة فيزا سيجنتشر الائتمانية. أكيد، طبعا بجانب مزايا السفر والفنادق الفاخرة تعطيك البطاقة حد ائتماني مرتفع يخليها بطاقة مثالية للتسوق حول العالم. شيء طيب. وبإمكانك بعد الدخول لأكثر من 500 صالة من صالات المطارات حول العالم، وبعد خدمة توصيل مجانية من وإلى المطار. مشكور كثير. مع مدير مخصص لعلاقات زبائن وخصومات مميزة وغيرها الكثير من المزايا لزبائن حفاوة للصيرفة المميزة. لمعرفة المزيد تفضلوا بزيارة أقرب فرع لميثاق. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الحياة أفكار. الحياة أفكار. والأفكار طريق للنجاح، والنجاح هدف وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. أفكار وطموح. نتواصل معكم في أفكار وطموح مستمعينا، معكم مشاعر القاسمية عبر ناقل الصوت والإعداد، وفي الإخراج عبدين البلوشي. تكلمنا عن المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب، وقبل ما نروح للفترة الدينية مستمعينا حابة نوه عن نقطة كثير مهمة. كثير من الشباب اللي استضفناهم احنا في برامجنا المختلفة سواء كانوا من شركات طلابية، أبهرونا بابتكاراتهم اللي ابتكروها، أبهرونا بفكرهم الجديد المختلف عن التكرار. عندهم منتج، عندهم حاجة، قاموا بالدراسة مثلا في مؤتمرات الجامعة وتأكدوا من هالدراسة وعندهم كل حاجة، لكن ما عندهم اللي يدعمهم، ما عندهم المبلغ اللي ممكن أن يوفر لهم من هذا المنتج اللي هم وصلوا له. خلينا نقول إنتاجات كثيرة، لكن من خلال المعرض اللي راح يكون مصاحب
المؤتمر أو المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب، في فرصة أنك أنت أو أنت أو مجموعتك اللي أنتوا اشتغلتوا فيها، تعبتوا عليها، وصلتوا لفكرة، ممكن أن في حد يتبناكم، ممكن سواء كانوا من داخل السلطنة أو من خارج السلطنة، يمكن تتبنى هذه الفكرة، يمكن تاخذ بإيدكم. يعني في فرصة كبيرة أيضا للشباب من خلال هذا المعرض، ودخول المعرض أيضا مجاني. المعرض راح يكون دخوله مجاني. في دقيقة ممكن نتكلم بشكل أوسع قبل ما نطلع للفترة الدينية، وبعدها راح نكمل. أستاذ مروان، نعم تفضل. بالنسبة للمعرض، المعرض راح يكون مصاحب للمنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب. طبعا المشاركة في المعرض هي بنفسها المشاركة في المنتدى، يعني بما أنك شاركت في المنتدى كرائد عمل، تتاح لك الفرصة أنك تستفيد من الورش العمل المصاحبة اللي راح نتطرق لها لاحقا، وأيضا تستفيد من المعرض المصاحب. إذا كان عندك منتج أو عندك ابتكار حاب أنك تسوق له، طبعا في شركات طلابية كثيرة تواصلنا معهم، وراح نتواصل مع البقية إن شاء الله، وإن شاء الله بس ما نكون أن ننسى أحد. طبعا التواصل يكون عن طريق، بما أنهم البعض يمثل الشركات الطلابية، التواصل دايركت يكون عن طريق، بحيث أن الإجراءات تكون سلسة وجميلة، التواصل دايركت عن طريق إدارة الجامعة أو إدارة الكلية أو القسم المعني بريادة الأعمال في كل مؤسسة تعليمية. مؤسسة إنجاز أكيد عندها قائمة كبيرة. نعم بالفعل، مؤسسة إنجاز عمان هي تشمل كل يعني شركات طلابية، وتعمل مسابقة، لكن البعض يعني الله يوفقه ويتأهل للمراحل النهائية إن شاء الله يا رب، والبعض يعني تتاح له فرصة في الأعوام الثانية. نشكر لهم يعني جهودهم ودعمهم للشركات الطلابية، لكن إن شاء الله نحن بقدر المستطاع راح نشمل الأغلب، مو إذا ما قلنا كل إن شاء الله نقول الأغلب. طبعا المشاركة راح تكون بحسب نوع المنتج أو نوع الابتكار، يعني فيه لابد أن يكون تنافس. منتج فني، منتج هندسي، منتج يعني ذو فائدة كبيرة، منتج يعني يستحق الدعم. أنا سمعت عن منتج جميل، منتج السنسر. أي بالنسبة لهذا السنسر اللي هو الحساس، يعني ما شاء الله، ما تحضرني اسم الشركة بالضبط، لكن الشركة الطلابية من جامعة الصحار، الرئيس التنفيذي الأستاذ إخلاص الدرمكي، ما شاء الله يعني هي وفريقها قاموا بابتكار جهاز يتحسس الغازات، يعني وهو بشكل عام الغازات، لكن من بينها يكون الغازات السامة، وحسب يعني اطلاعي على الشركة الطلابية ومن ناحية التغطية الإعلامية اللي توفقوا فيها، وشفت عنهم يعني فيديو وخبر في الجريدة، جميل. فبحثنا يعني عن هذه الشركة وتوصلنا لهم، وراح يكون إن شاء الله من ضمن المدعومين في المنتدى، وهم والمنافسين على مستوى الكليات كلها. يعني هذه الفكرة نحن اتطرقنا لها عن طريق السوشيال ميديا، يعني عرفناها. حلو. اللي ما نعرفه راح نعرفه إن شاء الله عن طريق إدارة جامعته أو إدارة كليته أو المؤسسة التعليمية. واللي قاعد يسمعنا الحين وحاب أنه يتواصل معاكم، أهلا وسهلا فيه. نعم، اللي حاب يعني يتواصل سواء عن طريق البرنامج أو هواتف المكتب، طبعا يعني مثل عن طريق البرنامج، خلينا نقول على 94456، مو مشكلة إن شاء الله، على عن طريق البرنامج ويكتب معرض. نعم، وهو يرسل مشاركته أنه حاب يشارك في معرض بمشروع على الرسائل، على رقم الرسائل النصية الخاص بالبرنامج 90456، وراح نتواصل أكيد معاكم مستمعينا ومع ضيفنا الأستاذ مروان المطروشي، وراح نتكلم أكثر مثل ما وصلتنا تساؤلات بعد الفترة الدينية. نرفع إلى مسامعكم أذان العصر. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك،
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الخمائل قد هما
طفل قط لن يتصرب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب على الهوى يجمعنا سوا، شباب على الهوى يجمعنا سوا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. شباب على الهوى، شباب على الهوى، شباب على الهوى. الحياة أفكار، الحياة أفكار، أفكار والأفكار طريق للنجاح، والنجاح هدف وطموح، وطموح أفكار وطموح، أفكار وطموح، أفكار وطموح، أفكار وطموح. رجعنا لكم مستمعينا، تقبل الله صالح أعمالكم وطاعتكم. من برنامج شباب على الهوى نستمر في أفكار وطموح والحديث عن المؤتمر أو المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب بصحبتنا الأستاذ مروان بن محمد المطروشي عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى، معاكم عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمية وفي الإخراج عبدين لبلوشي. شكرا لكل من رسل اسمه على 90456 مع رقم الهاتف وحاب ان يشارك في المنتدى، واللي حاب ان يشارك في المعرض. شكرا لك يا محمود الهنائي، اسمك موجود، راح يتواصلون معك ان شاء الله اللجنة التنظيمية. وايضا نرحب بالرسائل اللي حاب ان يشارك معنا واللي حاب يستفسر عن اي حاجة على 24698151. المعرض راح تكون الدخول والدعوة مجانية، الدخول مجانا، لكن المشاركين في المعرض راح يكون هناك اكيد منافسة وانتقاء لبعض المنتجات اللي راح تكون موجودة في المعرض. كم شخص؟ 20 إن شاء الله راح يكون 20 مشروع معروض. 20 مشروع. أنا حبيت الأستاذ كان قاعد يغششني. الله يسعدك إن شاء الله. معنا اتصال أستاذ مروان. أهلا وسهلا. أنا قلت محمود قبل شوي صح؟ مروان. لكن لحظة قبل ما يأخذ هو الاتصال، أنا أحس إنه هبوب باردة ياتنا، كأنه رذاذ. لا عابدين شيء سوا. عابدين شيء سوا. رذاذ، قاعد اشوف رذاذ ولا امطار ولا شيء، كان الدنيا صارت خضرة. عابدين شيء سوا، ظهر انه فتح الحنفية. استلم اذا المكالمة. حياهم الله. حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ حياك الله استاذ مروان، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. اهلا استاذ اسحاق، كيف الصحه؟ ابشرك والله الحمد لله، كيف صحتكم؟ طيبين. افتقدناك اليوم، مقعدك فاضي. لا خلاص، ما زال انت مسكت المنصه والرايه، فخلاص هي رايتك واستمر فيها. دعم وتشجيع منكم الله يحفظك. لا بالعكس ما شاء الله عليك، يعني انا كنت استمتع لكم واستمع واستمتع في نفس الوقت، يعني فاقول خلاص ما يحتاج اني ارجع مره ثانيه الى اذاعه الشباب. صل على النبي. صل على النبي استاذ اسحاق. اللهم صل وسلم. يعني لو احنا ما نبغاك وما محتاجين لك كنا تواصلنا معاك الحين. الله يحفظك، حسن ظنكم والله الحمد لله، وانا اعتذر حقيقه. بغينا هبوب يعني بارده من هناك، بغينا مشلي بارد.
لا نحن نكفيكم إن شاء الله. خليه علينا. يعني صار هذا الهبوب اتصال صحاب. وصل عليه. الحين توا أستاذ مروان فهم أن سر الهبوب البارد اللي أنا في الاستوديو والرذاذ اتصال أستاذ إسحاق من محافظة ظفار. أستاذ إسحاق. الله يحفظك. حابين إحنا بما أنك موجود معنا عبر الهاتف أكيد حابين نتعرف على سبب وجودك في محافظة ظفار، وكان قبلها أتوقع كنت في محافظة مسندم، وأيضا تكلمنا عن دورك اللي راح يكون في المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب. طيب يعني هو في ظل يعني يقيننا وإيماننا الجازم نحن في مركز طموح الشامخ، وبحكم كذلك وجودي في كثير من قطاعاتها واللجان معنية بدعم قطاع ريادة الأعمال، فلذلك الرسالة التي مؤمن فيها بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال على أوسع نطاق ممكن، يعني بناء على التجربة الخاصة أو سواء كان على من خلال ما تعلمناه. ففعلا نفذنا ملتقى كان سابقا يعني قبل فترة في مسندم حول ريادة الأعمال، ثم نفذنا يعني لقاء آخر حول ذات المجال في صحار، وبعدين في مسقط، والحين موجود في محافظة ظفار. طبعا يعني الهيئة العامة لتنمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع شل ننفذ الحين هنا برنامج بعنوان إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وابتدأناه بكيف تبدأ بعمل مشروع أو آلية توليد الأفكار. ويعني وجدنا أن كثير من الناس هو يرغب أن يدخل في هذا العالم الجميل، عالم المال والأعمال، ولكن يقول لك أنا ما أعرف كيف أبدأ، ما أعرف ما هي الفكرة اللي تناسب معي، ما أعرف الجهات التمويل. يعني أنا كنت أسألهم كم جهة تمويلية تعرفوا موجودة في عمان، فأكثر واحد جاوب قال لي اللي أعرفهم ثلاث، فهم ينصدموا لما تجاوب وتقول له أن 17 جهة تمويلية موجودة في عمان. فهم ما يعرف، بس يمكن المشهور هو صندوق الرفد أو بنك التنمية، لكن لما تبلغوا أنه والله موجود مصارف الإسلامية، موجود البنوك التجارية، موجود صناديق، ثلاثة صناديق موجودة عندنا، فهو يقول والله أربعة صناديق آسف، وهو يقول ما أعرف وين من وين هذه طلعا، ما عنده فكرة، هي موجودة. نعم. وعندنا إن شاء الله يوم الخميس، طبعا هذا بيكون اليوم وبكرة واللي بعد يوم الأربعاء، هو في كيف تبدأ مشروعك الخاص وأسس إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. ويوم الخميس سيكون عندنا كذلك حلقة عمل لأحد الجهات الحكومية في عنوان الثقافة المالية بين الموظفين، ضرورة أم خيار، وكذلك تهدف هذه اللقاء إلى زرع وتأصيل مفهوم ثقافة المال وآلية التعامل معه، وكيف ممكن لو كوننا نحب المال بل ونعشقه كيف يمكن أن نحافظ عليه ونضمن أطول وقت قدر ممكن أنه يكون موجود معنا. جميل، أنا أحييكم بأمانة. مثل ما ذكرت أنت أن كثير من الشباب، وذكرتنا في بداية البرنامج أستاذ إسحاق عن بعض النقاط المبهمة للشباب واللي إحنا تطرقنا لها، واللي دائما تكون هناك في أسئلة متكررة مثل ما ذكرت أنت عن المنافذ التمويلية لبعض المشاريع واللي البعض ما يدرك كم عددها، أو أن على أساس أن ثلاثة منافذ فقط. فجميل هذا التنويه وجميل هذا التنوير للشباب. طيب حابين نتعرف منك أستاذ إسحاق عن دورك أيضا ومشاركتك في المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب اللي راح يكون في اليوم الثاني إن شاء الله، راح تكون أنت متواجد. أنا قلت لهم ما أدري إذا سمعت أنت ولا اليوم لا، اليوم الأول والثاني إن شاء الله أستاذ إسحاق. والله اليوم الأول يستاهلون شبابنا. اليوم الأول راح يكون إن شاء الله فأول جلسة نقاشية عن، وراح يتكلم إن شاء الله عن قصص النجاح والتجارب المتميزة في مجال ريادة الأعمال. واليوم الثاني إن شاء الله راح يقدم ورشة عمل. جميل. وبترك التفاصيل له هو يتكلم. جميل. أستاذ إسحاق، أنا قبل كنت قاعد أقول حق المستمعين أقولهم ترى أستاذ إسحاق بيخبركم عن قصص جميلة هو عاشها، بيكلمكم كيف كان بدار وكيف كان ينبت النخل، وبيكلمكم أشياء كثيرة يعني قصص جميلة، وكيف كانوا وين الحمد لله وصلوا ما زال يمارس هذه المهن. وحيي فيك عدم يعني تركك لهذه المهن الجميلة اللي نعرفها من أجدادنا وآبائنا اللي مارسوها، واللي للأسف الحين صارت في أيدي
العمالة الوافدة. خلينا نتكلم أيضا عن دورك أستاذ إسحاق في هذا المؤتمر والمنتدى. إن شاء الله حسن الظن القائمين على المنتدى وعلى رأسهم الأخ العزيز أستاذ مروان، يعني طلبوا منا يعني اختيار البرنامج أو المقترح البرنامج، وأنا حقيقة دائما أقول وأظل أقول وأحافظ على هذه القناعة متمسك فيها، لما يطلب منا تقديم اختيار البرنامج وعادة بعض الجهات تملي عليك تقول لك أنا أريدك تقوم تسوي برنامج في هذا المجال، فالقرآن تقول له أن هذا المجال ما مجالي فما أقدر أتكلم فيه. فيعني 90 إلى 95% من البرامج التدريبية اللي أقدمها فمجالي في إعداد دراسات الجدول الاقتصادية، أجد مساحة رحبة في الإبداع فيها، في التميز، في تنظيمها. فإن شاء الله راح أقدم حول آلية أو كيفية إعداد دراسة جدول اقتصادية، وراح تكون تعريفية يعني وفيها جزء منها عملية. جميل. لكن وهنا راح أتطرق كيف ممكن تعد دراسة جدول اقتصادية وإنت بإمكانياتك المتواضعة البسيطة. حلو. وراح إن شاء الله يعني أسرد قصة كيف استطعنا في خلال أقل من 6 شهور أن نؤسس شركة تجاوز رأس مالها في مجمله 500,000 ريال عماني. تبارك الرحمن. الحمد لله. كثير من الناس يعني يعتقد بأن هذا ممكن يجي في يوم وليلة، أنا أقول لا، أنت يجب أن تبدأ وتكسب ولاءات وتكسب ثقة من حولك حتى يستطيع المستثمرين يأتوا بكل أريحية ويتركوا عندك يعني رؤوس أموالهم. نعم تأسست الشركة وراح نعلن طبعا، في كانت سابقة واحدة ولله الحمد رأس مالها تجاوز 1,000,000، وهذه إن شاء الله راح نعلن عنها، وهذه السابقة أعلننا عنها وسكر باب الاكتتاب. وإن شاء الله إن شاء الله راح كذلك أسرد كيف ممكن أنت تبدأ من لا شيء، فقط عندك فكرة مشروع وتستطيع أن تحتوي تكسب كل من حولك. وانتشر مقطع أنا كنت قد قدمته في أكتوبر 2013 كنت أوضح فيه كيف ممكن يعني تخلق علاقات تجارية من خلال علاقاتك الشخصية. الكثير من الناس للأسف ما يستثمر علاقاته الشخصية مع الآخرين، فنحن نعرف بأنه كثير من النجاحات في الجانب التجاري قائمة على الثقة، يعني تعامل الآخرين معك تجاريا ما قائم على الجانب الاجتماعي كأنه والله من أرحامي هذا أو من قبيلتي أو من أسرتي أو من بلدي، لا، بل قائمة على ثقة هذا اللي يوكلك بالعمل. أيه؟ في البداية هو واثق فيك بالضبط، ثم يفكر يعطيك عمل. بالضبط. لأنه اليوم أنا إذا أروح أزكي سين من الناس فأنا أتحمل النتيجة هذه التزكية طبيعي. فعلينا أنه فعلا لما نريد نخلق مختار علاقة تجارية طويلة مدى لازم نتأكد بأن علاقتي الشخصية يعني أو ثقة هذا الشخص بي أنا ثقة جيدة. نعم جميل. أستاذ إسحاق أنت قبل شوية كنت قاعد تتكلم عن بعض المشاريع، وإحنا قاعدين نتكلم عن علاقتنا الشخصية بيك، صار لها سنين وما دخلنا في شراكة في مشروع 500,000 ولا شيء، ما يصير يعني هالكلام أستاذ إسحاق؟ شريك القادم إن شاء الله. أنت سيد العارفين أنا كم مرة يعني طبعا كل واحد عنده ظروف، ولكن أنا في الأخير أبقى أقول إنه أفكار مشاريع كثيرة وأنت تبشر قدمنا برنامج المرة الجاية. خلاص إحنا معاك، أنا والأستاذ مروان عابدين بعد حب يكون معانا إن شاء الله. نحن في نهاية 2018 الخطة الحين بدأنا فيها، في نهاية 2018 إن شاء الله نخطط لإنشاء شركة محدودة، شركة مساهمة عامة إن شاء الله بعد العمل فيها إن شاء الله. الرئيس التنفيذي مشاعر القاسمي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يسعدك أستاذ إسحاق، والله اشتقنا لك، لكن سماع صوتك طيب خواطرنا وعطيتنا معلومات جميلة وحلوة، ومالنا غنى عنك، وإن شاء الله راح يستفيدون كل من راح يكونون موجودين ومشاركين، واللي أيضا رسلوا أسماءهم الثلاثية على 90456 راح يكونون إن شاء الله موجودين كلهم في المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب لأول مرة في السلطنة، وكل التوفيق لكم أستاذ إسحاق. إن شاء الله. بس أخت مشاعر أنا نوه إن شاء الله حلقتنا حول الأسبوع القادم اللي هي بعد ما انتشر مثل ما أنت تعرفي الموضوع حال حادثة يعني طاقم التصوير،
راح نسلط الضوء على التجارة المستترة ويعني طرق استئصالها أو أسبابها ومخاطرها يعني المؤكدة على الاقتصاد المحلي. إن شاء الله بإذن الله، وأكيد في ترقب وانتظار الحلقة القادمة أستاذ إسحاق. إن شاء الله إن شاء رحلة الله. موفقة، وتينا إن شاء الله بالغنائم الحلوة والصوغات الجميلة من محافظة ظفر. ما يقصر أستاذ إسحاق. شكرا لك أستاذ إسحاق، إلى اللقاء. الله يسعدك. أحسن. نكمل حديثنا مع الأستاذ مروان المطروشي، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب. خلينا نتكلم عن المشاركين في الحلقة النقاشية الأولى أو الثانية، من هم راح يكونون؟ لكن في سؤال هنا أنا من أمل بوسعيدي تقول متى راح يكون المنتدى؟ المنتدى إن شاء الله راح يكون تاريخ 2 و3 أكتوبر، يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع القادم في جامعة السلطان قابوس، بالتحديد قاعتي المعارض والمؤتمرات المقابلة، للي ما يعرف يعني تفاصيل جامعة السلطان، المقابلة لعمادة شؤون الطلبة. جميل، راح تكون تاريخ يوم 2 و3 من أكتوبر الجاري مستمعينا، الشهر القادم بإذن الله عفوا. ونتمنى إن شاء الله المشاركة في هذا المنتدى، وبإذن الله راح نخبركم عن المفاجأة الأخيرة اللي راح تكون في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا، واللي رسلوا لنا أسماءهم على 90456 في مجال إذا حد يسمعنا وحاب أن يكون من أحد الأشخاص اللي راح يحضر لهذا المنتدى ويستفيد من نقاشات والأوراق العمل اللي راح تكون مصاحبة للمنتدى، وأيضا المعرض اللي راح يكون موجود، يرسل اسمه الثلاثي مع رقم الهاتف. تفضل أستاذ مروان نتكلم عن المشاركين. قبل لا ننتقل للمشاركين لليوم الثاني، طبعا اليوم الأول إن شاء الله راح يتم اختتامه بورشة عمل شبابية مكثفة، راح تكون إن شاء الله على شكل مجموعات بيقدمها المدرب توم غاسن من المملكة المتحدة، راح يركز فيها على أهم مهارات مشاريع ريادة الأعمال كالهوية والسمة الشخصية ومهارات التواصل وأيضا المهارات القيادية وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى قيام المجموعات. يعني هو راح إن شاء الله يكلف يعني كعمل أو كبراكتس، راح يكلف المجموعات بإنشاء مشروع افتراضي. هذا المشروع الافتراضي راح يكون عن طريق العصف الذهني إن شاء الله، كيف أنت تختار وكيف تأسس. جميل، حلو إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لختام اليوم الأول. اليوم الثاني إن شاء الله راح يكمل، هو نفس المدرب أعمال الورشة المكثفة، وراح يناقش فيها فقط التوصيات، وراح يكون فيها أيضا سرد لبعض الأسئلة مثل الاستشارة، يعني كأسئلة استشارية. نعم، مجانية طبعا. أكيد طبعا، من ضمن النقاشات طالما دخلوا هاي خلاص إن شاء الله. بالنسبة لليوم الثاني ابتداء، يعني بعد ما يكمل المدرب توم اللي هي توصيات الجلسة أو توصيات الورشة عفوا، راح تبدي ورشة جلسة نقاشية ثانية. هذه الورشة راح يرأسها الأستاذ القدير نايف ستيتا، المدير التنفيذي لمركز تطوير الأعمال من المملكة الأردنية الهاشمية، قامة كبيرة ما شاء الله في ريادة الأعمال وتنمية الكوادر البشرية. راح هو يرأس الجلسة، راح يحاضر في هذه الجلسة مختصين بريادة الأعمال، منهم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد والأخت الفاضلة معصومة العيدانية من دولة الإمارات العربية المتحدة، أيضا الأخت نادية مقبول من سلطنة عمان، والأخ عبد العزيز اللغاني من دولة البحرين. راح يتم التطرق لمناقشة أهم الأفكار والممارسات الدولية في عالم ريادة الأعمال، أيضا راح يتم التطرق لكيفية ربطها باحتياجات السوق العماني من أجل تحفيز الشباب على طرح أفكار وأساليب تنافس الكثير من المشاريع العالمية الرائدة. أتوقع عفوا بس الدكتور عبد العزيز اللغاني من الكويت مو من البحرين؟ لا، هو عبد العزيز اللغاني من دولة الكويت. من الكويت صحيح، هنا. بس لأن في صار خطأ كلامي وانت تقول قلت من البحرين. لا، هم من الكويت مو من البحرين. فأتذكر أنا في بداية الحديث لما ذكرت اسمائهم كنت تقول أنه من الكويت. نعم، حبيت أوضح فقط. والمعرض المصاحب راح يكون في اليوم الثاني أو المعرض المصاحب إن شاء الله بعد افتتاح أو بعد فعاليات افتتاح المنتدى،
وافتتاح المنتدى راح يكون إن شاء الله في تمام الساعة 9، وتمام الساعة 10 راح يكون افتتاح المعرض المصاحب للمشاريع وابتكارات رواد الأعمال. جميل. منتجاتهم أيضا. جميل. حين نتمنى لكم كل التوفيق، وحابة أشكر كل من شارك معنا ورسل اسمه ورقم تلفونه على 90456. هدية البرنامج، احنا خصصنا 20 مقعد، لكن كل شخص رسل اسمه لأنهم فاقوا 20 شخص، كلكم راح تكونون في هذا المعرض إن شاء الله، عفوا في هذا المنتدى، واللي رسلوا اسم معرض راح يتواصلون معاكم المنظمين بإذن الله. هذه الصفحة احنا راح نعمل لها برنت، ورح تكون للأمانة مع الأستاذ مروان. أستاذ مروان، هلا هلا بمتابعينا بإذن الله تعالى. طبعا هذا الدعم يعني هو تأسيس المنتدى في سلطنة عمان، يأتي بالتعاون مع مركز البحوث الإنسانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان مثل ما ذكرنا، وبالشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة عمان، أيضا صندوق الرفد والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، ولا ننسى الداعمين لرواد الأعمال اللي راح يتكفلون بإذن الله تعالى أنهم يعني بأكبر عدد راح يستوعب المنتدى. راح إن شاء الله يتم إشراكهم عن طريق المؤسسات الداعمة للمنتدى. كل الشكر والتحية لصلالة للميثانول والشركة وشركة تنمية نفط عمان BDO، أيضا الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وجامعة الشرقية، ولا ننسى أيضا شركة تاول وإذاعة شباب. أي ذات الشباب أكيد يعني ذات الشباب يشكرون أنفسهم ما شاء الله. أنا حابة أشكرك بأمانة، أشكر الأستاذ إسحاق على هذه اللحظات الجميلة اللي عشناها معاكم. أستاذ مرمان صاحب الرقم الأخير اللي ينتهي ب 601-54-601-54، ممكن تجينا في رسالتك علامات استفهام، هل بالإمكان أنك تغير صيغة الرسالة اللي أنت تستخدمها؟ طيب في نهاية البرنامج أستاذ مروان أكيد هناك اختتام للمنتدى في والفعاليات وهذه الأمور كلها، شو حاب تقول؟ بالنسبة لختام الفعاليات إن شاء الله في ثاني يوم واليوم الختامي راح يختتم المنتدى بثلاث ورش عمل مكثفة ومهمة لرواد الأعمال، يعني راح تكون إن شاء الله عناوينها المهارات القيادية لرواد الأعمال، هذه راح يقدمها الخبير والمدرب توم من المملكة المتحدة، أيضا كيفية عمل أو كيفية إعداد دراسة جدوى اقتصادية راح يقدمها الأستاذ القدير إسحاق الشرياني، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لريادة الأعمال، هذه الورشة راح يقدمها إن شاء الله المتميز والمدرب والمستشار في ريادة السوشيال ميديا الأستاذ علي سبكار من مملكة البحرين. جميل، موفقين إن شاء الله في هذا المنتدى العالمي لرواد الأعمال الشباب في السلطنة لأول مرة، راح يقام في 2 و3 أكتوبر مستمعينا من الشهر القادم بإذن الله، واللي يهتم برواد الأعمال ورائدات الأعمال، وأيضا راح تكون هناك نخبة كبيرة من المشاركين من خارج السلطنة ومن داخلها، تستفيدون من خبراتهم من الورش المقدمة، وأيضا المعرض اللي راح يكون يمكن تكون نافذة وفرصة كبيرة لك أنت كشركات طلابية أو كرائد عمل حاب أنك تكون في المعرض. أكيد اللي وصلتنا أرقامهم وكاتبين معرض راح يتواصل معهم الأستاذ مروان، وأيضا اللي ارسلونا أسماءهم الثلاثية صاحب الرقم اللي ينتهي ب154 وصلنا رقم الهاتف، راح يتواصلون معاكم برقم الهاتف لأن الاسم يعطينا بعلامة الاستفهام. أستاذ مروان ايش حاب تقول؟ ان شاء الله يعني تنظيم وتطلع الصوره بشكل رائع، منظمه ومشرفه ان استضفنا هذا المؤتمر العالمي ان شاء الله في السلطنه وبالتحديد في جامعه السلطان. ان شاء الله راح يكون هناك تقديم يعني استشارات تجاريه اقتصاديه للمشاريع، ايضا للمشاريع المتعثره، المشاريع القائمه اللي حاب يطور حلو من المشروع حلو، ايضا المتعثر اللي حاب انه يوصل لسلم النجاح ولسلم الطموح. إن شاء الله بيكون في الأوقات البريك أو الأوقات المستقطعة من غير حلقات النقاشية، لأن نحن نلتزم بالأوقات أيضا مع المدربين ومع المشاركين كلهم.
فعشان تمشي الأمور يعني الأمور بطريقة سلسة. نعم. إذا ما كفت حلقة النقاش باحتضان جميع الأسئلة والاستشارات إن شاء الله في أوقات بريك راح يتم يعني بإمكان المشاركين إنهم يجتمعون كمجموعات أو غيره مع خاصة الشركات الطلابية لأنهم عادة يحضروا مجموعات. صحيح. إذا حابين يلتقون بأي مدرب أو مستشار أو خبير أو متحدث في هذا المنتدى بإمكانهم إن شاء الله. طبعا راح نوزع عليهم في بداية التسجيل الحقائب العلمية راح تشمل على مادة أو ماتيريال المنتدى وراح يكون مصاحب لها نوت إن شاء الله وجميع مستلزمات المنتدى بالإضافة إلى برنامج المنتدى. واضح. احنا نتمنى لكم كل التوفيق الاستاذ مروان بن محمد المطروشي وتكلمنا واستمعينا عن المنتدى العالمي لرواد الاعمال الشباب. شكرا لكل من رسل لنا وحاب ان يشارك في هذا المنتدى على 90456 او في المعرض. كلكم ان شاء الله راح تكونون من ضمن المشاركين وبالنسبه للمعرض راح يتم التواصل معكم من خلال المنظمين. استاذ مروان بن محمد مطروشي عضو اللجنه التنظيميه للمنتدى شاكرين لك هذا الحديث الجميل والشائق. شكرا لكم جزيل الشكر استاذه مشاعل وشكرا للقدير عابدين البلوشي المخرج الرائع بارك الله فيه واشكر اذاعه الشباب. الله يسعدك الله يحفظ الجميع مستمعينا. كنا معاكم في برنامج شباب على الهواء من أفكار وطموح. إن شاء الله يوم الغد راح أكون معاكم في برنامج تو النهار من الساعة 11 لغاية الساعة 1 وبرفقتي المخرج المنتصر بالله العامري. تقبلوا تحيات مخرجنا لليوم وفريق العمل معاكم عبر ناقص الصوت والأداد مشاعل بنت سعيد القاسمية وفي الأخراج عابدين البلوشي. إلى اللقاء. طير انت وانا القاع لابد تحطي